الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منزلة هذه الليلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة اليقين، واليقين روح الإيمان. لو قلنا أن الإيمان روح الأعمال الصالحة فإن روح الإيمان اليقين. وابن القيم رحمه الله يقول بأن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وجميع من تكلم عن مقامات الإيمان ترجع جميع أقوالهم إلى اليقين، فاليقين تندرج تحته كثير من المنازل، فلا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون مستيقنا، ولا يكون المتوكل على الله متوكلا إلا بيقين، ولا يكون المحب لله محبا إلا بيقين. فأنت تعرف ربك وتصل، وكل يوم تتقدم خطوات في سبيل طاعته، فإذا وصلت إلى درجة من المحبة واليقين صرت عبدا له سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: إلى اليقين شمر العابدون، وبه تفاضل العارفون، وإذا تزوج اليقين بالصبر ولد الإمامة، الإمامة في الدين. تولد الإمامة في الدين بعد الصبر واليقين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه مقدمة يحاول ابن القيم فيها أن يرغب الناس في اليقين قبل أن يعرفه. اليقين إذا استقر في القلب انتفع الإنسان بكل شيء، لأن اليقين يجعل القلب حاضرا ويجعل الفكر ثاقبة. أنت كل شيء تنظر إليه من خلال يقينك، إذا أيقنت بالله وبوعده وبوعيده وبأمره وبنهيه، وأيقنت بكل ما ينبغي أن توقن به، عندها تنتفع بالآيات. يقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. الموقن بالآخرة مثلا، الذي يرى أن الآخرة قريبة ولا يراها بعيدة، وهذا إشكالنا نحن، أننا نرى أن الآخرة بعيدة منا. من رأى أن الآخرة قريبة كل شيء من حوله يفسره على أنه أمر آخرة، أو يقوده ويدله إلى الآخرة. هذا معنى الانتفاع بالآيات. بل حتى الفلاح علقه الله باليقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الفلاح معلق باليقين. اليقين في قوله جل وعلا: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. فمن استيقن بالآخرة كل شيء من حوله يفسره على أساس الآخرة، لأنها تستغرق فكره، ولأنها تشغل باله. الإنسان إذا شغل بشيء يبدأ يفسر كل الأشياء على أساس الذي في ذهنه. إذا شغل بشيء
فمثلا لو أنه كان جالسا في غرفة وانقطع التيار الكهربائي، تذكر القبر وظلمته. دي الأهل اليقين، ما النور بيقطع والحكاية بتضلم. في ناس بيذكروا، أي زول بيذكر حاجة، في زول ما بيذكر أي حاجة، النور قطع النور قطع، ينبز ناس الكهرباء وده وقت يقطع فيه النور. ولو المباراة شغالة يقول يا أخي ده شنو ده يا أخي، يزف الزفيت ما بيذكر الآخر أصلا، مع أنه هو معبر لأهل اليقين وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مثلا لو أنه رأى منظرا جميلا كويس، ودخل سوبر ماركت فيه من كل شيء، طوالي جوا سوبر ماركت يقول اللهم لا تحرمنا جنتك، اللهم لا تحرمنا جنتك. دخل الجنة هنا شنو كويس، دائما يتذكر. إذا ركبت السيارة العربية الفارهة الجميلة جيت ركبت فيها، مفروض تقول شنو شرعا؟ مفروض تقول شنو؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. جميل، انت بتدخل الدنيا، بتدخل الآخرة في الدنيا طوالي عشان ما تتكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا، واضح. وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين أي أقوياء، يعني لم نؤت النعمة بقوتنا. مقرنين، القرن هو علامة القوة، القرن، والقرن يراد به الجمع، الجمع أيضا عقد القران، هو عقد قران لأنه يجمع بين شنو؟ بين اثنين، عقد القران. وقارن بين التمرتين، يعني شنو؟ جمع شنو؟ بينهما. وما كنا جامعين، يعني ما جمعنا هذه الأموال أو هذه النعمة بحولنا وقوتنا، لكن المهم وإنا إلى ربنا لمنقلبون. زور راكب عربية آخر موديل يطر الموت، ده معنى الموت ولا في حاجة تانية يا إخوانا؟ إنا إلى ربنا لمنقلبون ده معنى شنو؟ معناه حنمشي لله في يوم من الأيام، الموت يعني ولا في حاجة تانية يا إخوانا؟ الزول بيمشي لله بشنو؟ كما ما دمش؟ إنا إلى ربنا لمنقلبون. وما الذي يذكرك في هذه اللحظة وأنت تركب سيارة من النعم؟ يذكرك هذا بالموت. السبب هو أن ركوب الدابة يذكر بركوب النعش، يذكر بركوب شنو؟ النعش. تعرفوا النعش؟ الموت. ما برضو زي ما أنت ركبت بناك بتركب، لكن بركبه غصب، كان بيت برضو بتركب عادة تابة كيف والله يركبوك كيف يا من تقتنع ذاته. فبالتالي المؤمن دائما يقينه في الآخرة يجعله يفسر كل الأشياء على أساس الآخرة. أهل النار في النار أدركوا أنهم دخلوا النار بعدم اليقين، قال جل وعلا عنهم عن حالهم وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قالت لهم الرسل وقال لهم أهل الإيمان ذلك قلتم ما ندري الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. دخلوا النار بعدم اليقين. طيب أيوة، قال العلامة ابن القيم أعمال القلوب التي نتحدث عنها في هذه المقامات: الإيمان، المحبة، الخوف، الرجاء، الإخلاص، أعمال القلوب، روح أعمال الجوارح. يعني الجوارح إذا لم يكن
هنالك أعمال القلوب. شخص يصلي دون أن يكون مستحضرا بقلبه أي معنى من المعاني، صلاته ميتة لا روح فيها. واضح أو ما واضح؟ فروح الأعمال الصالحة أعمال القلوب، وروح أعمال القلوب اليقين، وروح أعمال القلوب اليقين. طيب قلنا فيما قلنا بأن كل المقامات الإيمانية ترجع إلى اليقين. يعني مثلا فسر التوكل بأنه قوة يقين. التوكل شنو؟ قوة شنو؟ قوة يقين. ده هذا هو التوكل. يقول لك توكل على الله، قال جل وعلا فتوكل على الله إنك على الحق. كونك على الحق هو اليقين، الحق هو اليقين يا أخواننا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فبالتالي التوكل إذا اليقين إذا دخل القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا. ولا شك أنه لا يتصور يقين مع السخط. ذول بيسخط يا أخي دي عيشة، كرهتونا الحياة. يقول لك كرهتونا الحياة، الناس بيقول لك كرهتونا الحياة وشغالين في الحياة دي شغل جد. والله الناس دي من الألفاظ المعتادة، الناس يقول لك كرهتونا الحياة ذاته، كرهتونا العيشة، وتلقاش عايش وشغال وما عنده أي عودة. أنت قلت كرهوك العيشة، وين العيشة كرهوك الذي؟ السخط يفارق اليقين. حيث اليقين السكينة. شوف اليقين معه سكينة طوالي. أي زول مستيقن ما بيزعزع وما بيجهجه، مطمئن، يعلم أن كل شيء مقدر وأن كل شيء مكتوب، هو على درجة من الرضا. هذا الشخص لا يمكن أن يصاب بشيء من الفزع أبدا، دائما في سكينة. اليقين معه السكينة، والسخط والشك والتردد والريب معه القلق والهم والغم والحزن. دائما أي زول بيكون ساخط حتى لو لقى ما بيرتاح أصلا، ولا يستلذ بنعمة، لأن سبب التلذذ بالنعمة الفرح بها. أنت إذا أدركت أنها نعمة تفرح بها، أما إذا لم تدرك أنها نعمة فإنك لن تفرح ولن تلتفت إليها، سوف تتعاطى النعم وتحرم لذتها. هذا من الشيء العجيب. طيب اليقين شنو؟ نعم، هو اليقين أصلا في اللغة الشيء الواضح الثابت الحق، والموت شيء واضح. حتى أتاك اليقين لأنه أنت كما استيقنت في الوقت ذاك بتستيقن، كما متأكد بيتأكد، يعني ذيك لحظة ينقطع فيها كل شك. طيب اختلف أهل السلوك والتربية في اليقين، هل هو كسبي أم وهبي؟ يعني زول بيلقى اليقين بيكسبه بيعمل حاجات معينة بيبقى عنده يقين، أم أنه هبة من الله؟ هل هنالك علم يسمى علم اليقين يتعلمه الإنسان، أم كيف يأتي اليقين؟ قال ابن القيم بعضهم قال أن اليقين علم والعلوم مكاسب. العلم أزول بيكسبه، كتعلم العلم المعين ده بتكسبه، وذلك لأنهم قالوا اليقين العلم المستودع في القلب، العلم المستودع جوا القلب المخزون جوا القلب هو شنو؟ هو اليقين. إذا كان مستودع في القلب لا يكتسب، هذا دل على أنه غير كسبي، معناه هو شنو؟ وهبي. لكن بعضهم قال اليقين زيادة الإيمان، والإيمان يكتسب. ابن القيم يقول اليقين
وده رأي ابن القيم في مقامات الإيمان. المحبة، محبة الله كسبية ولا وهبية؟ يعني أنت بتحب الله، الله بيقذف في قلبك حبه ولا أنت براك بتحبه؟ كويس. مقامات الإيمان، أعمال القلب، هل هي مواهب أم مكاسب؟ قال ابن القيم هي مكاسب باعتبار أسبابها. باعتبار شنو؟ أسبابها. مواهب باعتبار ذاتها ونفسها. يعني شنو؟ أنت في أشياء بتعملها بزيد الإيمان، الإيمان ده من ربنا كويس، لكن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فيه من ربنا، لكن جقال في حاجات بزيد الإيمان، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت تمشي تقرأ إيمانك يزيد. فباعتبار الأسباب هو مكاسب، اليقين عنده أسباب. أولى درجات اليقين وأسباب اليقين التفكر. لا يتصور أن يكون هنالك شخص مستيقن وهو لا يتفكر، ما بيتفكر في الحاجات. يعني أي حاجة يقول دي صدفة، ما في حاجة اسمها صدفة. يعاين في السحاب ده، يعاين في الجبال الراسيات، وشوف ربنا لما يدورك تعاين بوريك الحياة الكبار كبار. يعني ما أي حاجة الله قال لك عيلة ما بيفتشوها كويس. قال جل وعلا أفلم ينظروا في السماوات، جبل يزور قال ما أنا ما شايف السماء. السماء دي يوريك لها كيف يعني كويس. أفلا ينظرون إذا الإبل كيف خلقت، الإبل ده بيخش جحر، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض. الحاجات اللي ربنا بيقول لك عائلة كبيرة كبيرة واضحة، ما دار الله اثنين ثلاثة. بالتالي التفكر، قال ابن عباس رضي الله عنهما تفكر ساعة بقلب واع خير من قيام ليلة بقلب ساهي. اليقين بيجي بالتفكر أول حاجة كويس، ثم يأتي بالعلوم مثل هذه العلوم تجعلك تستيقن، عرفت؟ فهو باعتبار أسبابه شنو؟ كسب يكتسب، وباعتبار ذاته ونفسه شنو؟ وهبي. اليقين ده ذاته شنو؟ إلا من ربنا. يعني ذات اليقين ونفس اليقين هي من الله، يديك لها ربنا، لكن ممكن تكتسبها إذا عملت بشنو؟ بأسبابها. طيب تكلم العلماء عن معاني اليقين، فقيل هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات. تحقق الأسرار، الأسرار هي الأمور شنو؟ الخافية، الأمور الخافية تتحقق، تتحقق تصبح حقيقة. من أكثر الأمور التي تخفى على الناس الغيبيات، ولذلك اليقين في الغيبيات أصلا. يا أخواننا المشاهدات لا تحتاج إلى يقين. واحد يقول لك ده كبري، هاي كبري، يقول لك معمول من الخرسانة وفيه حديد، هاي ده لك، لا دي شمس، هاي دي شمس. اليقين يكون في الغيبيات، ولذلك لا يتصور اليقين إلا في الغيبيات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وشنو؟ وبالآخرة هم يوقنون. الغيب يقول لك الجنة دي إلا تستيقن، تقول صحيح في جنة فيها كده وكده وكده، أي تقول أي فيها كده وكده، في نار كده وصراط وفي حشر وفي ميزان وفي قبر وفي الغيبيات،
فبالتالي هذا من معنى الغيبيات. طيب لليقين أعلام، لليقين شنو؟ أعلام، تسمى أعلام اليقين. أولى أعلام اليقين ترك المدح للخلق عند العطية، ترك المدح للخلق عند العطية. لو زول أداك ما تمدحه، ممكن تشكره لكن ما تمدحه، لأنك تعلم أنه لم يعطك بمحض إرادته، إنما هو تسخير من عند الله. الزول المستيقن ده كان المنع والعطاء عند واحد، وألا تذم الخلق عند المنع، ألا تذم الخلق عشنو؟ وقلة مخالطة الناس في العشرة، مع إنك أنت ما مشاكل ولا مشاكل إنك، لكن أنت برضو بتعطي نفسك خلوات تخلو بها بربك، دفعك إلى ذلك اليقين. عشان كده قال ومن أعلام اليقين أن تترك مدح الخلق عند شنو؟ عند العطية. إذا تريد عطية لا تتملق أحد، العطاء الذي يريده الله لك سوف يأتيك، ما تمدح. كويس؟ لا تظنن أن مدحك الناس هو الذي أخرج لك شنو؟ أخرج لك العطية. وكذلك في الذم يقول ومن أعلامه أيضا، وهذا كلام ابن القيم، يقول النظر إلى الله في كل شيء، النظر إلى الله في شنو؟ في كل شيء. يا سلام، أنا قبل قلت لك السلف عندهم تفكر وعندهم انتقال، ينظرون إلى كل شيء من حولهم بمنظار الآخرة. يعني من اللطائف، عبد الله بن المبارك شرب من زمزم، وماء زمزم لما شنو؟ لما شرب له. الزول بيسأل الله وبيشرب، شرب قال شنو؟ اللهم من ظمأ يوم القيامة. شرب زمزم حتى لا يظمأ يوم القيامة، نيته دعا الله قال لي يا الله بس سيدي يوم القيامة أعطش. ده فهم عالي، اللهم من ظمأ يوم القيامة، شو الفهم ده؟ ابن الجوزي قال سكنت بغداد، ويحلل بغداد كان ساكنينها ناس ابن الجوزي وحسا ساكنينها ناس أمريكا، اسمه منه وذاته الزول بتاع أمريكا القاعد في هنا في العراق، اسمه منه ذاته هو لما المالك الأمريكي ذاته الأمريكي، مش كان في واحد مسؤول في برايمر ولا اسمه منه أي، شوف عليك الله. بعد ما كان ساكنين ناس ابن الجوزي سكنوا ناس برايمر، أي والله العظيم. فابن الجوزي قال كنت أسكن بغداد فغلت الأسعار، وذلك لأنه قلت الأقوات وكان بعض الناس قد اصطبر فلم يبع قوته من التجار فخزن الأقوات، فلما ارتفعت الأسعار أخرجوا أقواتهم فربحوا أرباحا طائلة. قال فوقع في نفسي عند عطالة الناس ونومهم أن أقوم الليل وأعبد الله، فإنه يوم غلاء الأسعار والحسنات يوم القيامة أربح. وقع في نفسه كده قال، شوف فهم ده بالله، بالله دخل لما شاف التجار عملوا كده قال خلاص أي محلة، دي قاعدة عنده، لما الناس يكونوا محتاجين وانت يكون عندك سلعة الناس كلهم محتاجين لها، انت بعد ذلك تتفنن في شنو؟ في شنو؟ في السلعة. ألا ترى أن مباتل خففت التسعير؟ زمان لما كانوا براهن ما كان بيخففوا التسعير، براهن
يرفع زي ما يرفعه. لو قال لك البكالة بمليون جنيه انت تنضم تنضم ولا تنضم؟ تنضم. لكن حس خففه لما يكون الشيء نادر والناس كلهم يحتاجونه. قال والناس الذين لم يدخروا في أيام الرخاء هم الذين خسروا. قال فرأيت والناس كسالى أن أعبد الله حتى إذا كنا يوم القيامة خرجت حسناتي فغلت فربحت. فهم عندهم فهم عجيب خلاص سلف ذي، يعني بينظر إلى الأشياء من هذا المنظر، النظر إلى الله في كل شيء. لأنه عليه جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء. تاني أخوانا في كلام كده وريدين عنده من الأمر شيء منه البيدر يتصرف في الكون ده ويأمر وينهى ويضع ويسير وفق ما يشتهي ويريد. من هو في الخلق وريني؟ إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقال له ليس لك من الأمر شيء ويقولون الصحابة هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ما في زول عنده حاجة في الأمر والتدبير والتقدير والتصريف. الأمر كله لله جل وعلا. قال والرجوع إليه في كل أمر وإليه يرجع الأمر كله. أي حاجة تقول الله ما أراد الله ما أراد كويس، يقول لك يا زول أنت ما لك حصل لك كده كده كده، تقول له والله الله ما أراد كويس. واحد كان ماشي الحج وقدموا أي حاجة، قال له يا زول ما في حج مالك؟ الله قال لهم دي ناس الوكالة، ناس الوكالة، قال الوكالة الوكالة ناس الأمر، قال دي ناس الوكالة ودي ناس البعثة والعساكر جو خشوا في لوزير الأوقاف وشالوا كوتتهم وطلعوا الكاب، قال له والله ما تدينا من حسة نحن قلع على الكاب كده. قام طوالي شالوا كم ما عارفوا وناس قدموا وطلعوهم كده، ذا اللي بيشيعوا الناس مش كده؟ ما لكم يضحكوا بشنو؟ ذا اللي بيقولوا الناس. لكن يا أخي يقول الله ما أرد، والله لو ربنا أراد لك والله تمشي يا أخي، ما مشيت مالك؟ يقول والله عملوا لي وعملوا لي وعملوا لي وطلعوني في آخر لحظة. أطلعك منه أنت لو زول نجد ما أنت قلت، قلنا والرجوع إليه في كل شنو؟ في كل أمر، والاستعانة به في كل حال، ويريد بذلك عند حال الضعف تستعين به، وكذلك عند حال الرخاء تستعين به. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في شنو؟ في الشدة. والرجوع إليه في كل شيء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسأل الله كل شيء، أو الاستعانة به في كل حال، كنا نسأل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح. الملح المجاني ده لو دارنا نقول يا الله سهل لنا، عقال البعير ده حاجة بسيطة، يقول يا الله سهل لنا. وإذا قطعت شسع نعل أحدنا سألنا الله أن يصلحها. قال السير بتاع النعال كان انقطع، أول حاجة بيقول يا الله سهل لي الموضوع ده، مش نعال ما مش مية وجيب نعال جديدة، لا يقول يا الله سهل لي. لو ده نعال جديدة يقول يا الله سهل لي شنو نعال جديدة. الواحد حس كان نعالك انقطع وقلت يا الله تسهل لي النعال، يقول لك حس دار الله انه قلت ما بجي مش نادى ودي انه قلت، بس انت الله ده تدخله في اي حاجة؟ بندخله في أي حاجة، لأنه أي حاجة ما بتقضى إلا بشنو؟ إلا بتقديره وإلا بتوفيقه هو سبحانه. طيب هذا معنى الكلام. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله هو من علماء السلوك والتربية الذين يتكلمون عن المقامات الإيمانية وعن الأحوال وعن العبادات القلبية. يقول رحمه الله على قدر قربهم أهل اليقين من التقوى أدركوا من اليقين، يعني على قدر قربك من التقوى تحصل من اليقين. قال
ابن القيم شارح لكلام ابن عطاء الله السكندري قال أصل التقوى مباينة النهي. ابن القيم شرحه لطيف، أصل التقوى مباينة النهي، الأشياء قال لك الله شنو اجتنبها، كونه تبقى بعيد منها تباينة يعني يكون بينك وبينها في حاجة مسافة يعني تباينة المباينة كويس، شفت كيف مباينة شنو النهي، ومباينة النهي تعني مباينة النفس، مباينة النهي تعني مباينة شنو النفس. قال لك يا أخي ما تعايل للبنات العريانات، أنت نفسك دي دائرة تعاين أصلا، كونه ما تعاين أنت مش باين النهي، تباينت من منه من نفسك. قال ابن القيم فعلى قدر مفارقتهم للنفس أو بمفارقتهم للنفس وصلوا إلى اليقين، يعني أنت لا تصل إلى اليقين إلا بمفارقة شنو مفارقة نفسك. فإذا كلام ابن عطاء الله السكندري في محله. وعنده كلام في اليقين أيضا لطيف ابن عطاء الله السكندري، يقول رحمه الله تعالى قال إذا أردت المعارف والعلوم الإلهية، إذا أردت شنو المعارف وشنو والعلوم الإلهية، أخرج من قلبك صور الشهوات، تطلع من قلبك شنو صور الشهوات، القروش، النساء، المناصب، أي حاجة صورة بيتعلق بها الناس تلهيهم عن الحقائق. قال أخرج من نفسك صور شنو الشهوات وكلاب الشبهات، فإن الملائكة لا يدخل بيت فيه كلب ولا صورة، صح ولا ما صح؟ الملائكة لا تدخل بيت فيه شنو كلب ولا صورة، وكذلك المعارف الإلهية لا تدخل قلب فيه كلب ولا صورة. هنالك إذا قلبك فيه شبهات وشك دي كلاب جوا قلبك، ما بتبقى عندك يقين نهائي، ما بتصل لليقين أصلا. يا أخواننا اليقين معناه ما في شك، صح؟ إذا في شك لا يقين، في زول بيكون عنده يقين هو شاكي، ما ممكن أصلا يبقى عنده يقين أصلا، لا يعقل هذا. وكذلك الشهوات والتعلق بالأشياء يدل على عدم اليقين، لو كنت مستيقنا لما تعلقت بشيء، ولكانك تعلقك بالله جل وعلا وحده. فهذا من الكلام اللطيف في المسألة. طيب يقول ابن القيم اليقين ملاك القلب، هذا أسلفنا، بيملك القلب اليقين، بيملك القلب إذا قلبك ده بقى فيه يقين أنت على درجة عالية. وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله، أنت باليقين بتعرف الله، وبالعقل بتفهم التكاليف، لو قال لك صلي بتعرف معنى صلي، لكن لو في زول مجنون بيقول صلي لأنه ما 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 عاقل. طيب بدأ ابن القيم يتكلم عن اليقين والحضور، وهذا خلاف عند السابقين الذين سبقوا ابن القيم يتكلمون عن اليقين. اليقين ده انك انت بس بيكلموه والكلام ده انت بتقول بتكون متأكد منه انه حق بيبقى يقين. الحضور تكون حاضر بقلبك وشايف بعينك، والحضور يطلق على حضور القلب. ابن القيم بيقول شنو الناس اختلفوا قالوا أيهما أفضل اليقين أم الحضور، طائفة قالت اليقين أفضل وطائفة قالت الحضور أفضل، لأن الحضور توطين واليقين خواطر، لكن الصواب قال ابن القيم اليقين أخص بالمعرفة والحضور أخص بالإرادة. اليقين أخص بشنو؟ بالمعرفة.
اليقين أصلا مع العلوم والمعارف بيقول لك خبر، بيجيب لك خبر، أنت الخبر ده يتكون شنو؟ مكذب، يتكون شنو؟ مصدق. إذا صدقت وقوي صدقك بالخبر صار الخبر يقينا بالأخبار والعلوم. أما الحضور بالإرادة، حضور القلب، ولذلك قيل الحضور زيادة في اليقين، الحضور شنو؟ زيادة في اليقين كما سوف نعرف. قال ابن القيم اليقين على ثلاثة درجات أو على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. هذا صحيح، يقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر، وسبب اليقين عند الخبر وثوقك في من أخبر. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ سبب يقينك في الخبر وثوقك بمن شنو؟ بمن أخبر. لو في زول أنت عارفه زول صادق وقال لك كلام، أنت شنو؟ بتقطع الشق طوالي وبتستيقن. ابن القيم قال كلام عجيب خلاص، والله ده كلام 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 راقي. قال شنو؟ وده من أجمل ما كتب في المدارج. قال بعض السلف: رأيت الجنة والنار حقيقة. شو بعض السلف قال شنو؟ رأيت شنو؟ الجنة والنار شنو؟ حقيقة. قيل له: وكيف ذاك؟ قال: رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيني قال لو أني رأيت الجنة والنار ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لي الجنة والنار لصدقته أكثر من تصديق نفسي. قال: لأن عيني تزيغ وعينه لا تزيغ. قال جل وعلا: ما زاغ البصر، بصر من؟ بصره عليه الصلاة والسلام، وما طغى. شو كان ذا كيف؟ قال: فرؤيته لي أفضل من رؤيتي لنفسي. عشان كده قال أي حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بس أنا شايفة حقيقة. بس هذا يقين عالي جدا، هو يقين مشاهدة، لكن ليس بالضروري أن تشاهد أنت. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن الجنة، إنما رآها. صح؟ ورأى شنو؟ قال: إني اطلعت على النار فرأيت عامة من دخلها. الرسول قال لك: أنا اطلعت. أنت ده إلا تشوف أنت؟ لو جابوا لك وشفت ما حشوف أحسن منه، لأنه شاف بثبات. أنت لو شفت ما حكوا عندك ثبات، فرؤيته أثبت من رؤيتك. ولذلك ينبغي أن يصدق بغير تردد عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني ده كلام في قمة الرقي. طيب، إذن يقين الخبر هو سكون القلب إلى خبر المخبر. طيب، أما يقين الدلالة لا يكون إلا بعد إقامة الدليل، إلا بعد إقامة شنو؟ الدليل. ده يقين اسمه يقين شنو؟ يقين دلالة. مثلا قال لك ربنا جل وعلا أهم قضية في الدين شنو؟ التوحيد. صح؟ أخبرهم بالتوحيد، لكن من رحمته أقام البراهين والأدلة على توحيده. صح ولا ما صح؟ ما قال له وحده وأنا واحد، قال له أنا واحد وأنا واحد عشان عملت كده وعملت كده وعملت كده. وده كل القرآن ده كله دلائل وبراهين التوحيد. مثلا أديك مثال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء. شوف الأدلة دي كيف. فسالت أودية بقدرها. يقول ابن القيم في غير المدارج أنزل، تكلم عن التوحيد وانتقل للكلام عن المشاهد من الأدلة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الزبد السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. حتى بدون أمثلة على أن واحد، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنخذوه منه، ضعف الطالب المطلوب. قال ابن القيم في هذه، كما أنه أنزل من السماء ماء والأرض في احتمالها لماء السماء أودية وسيول، كذلك ما أنزل من الوحي في القلوب بعضهم أودية تحتمل العلم النافع وبعضهم زبد. لذلك قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. شو الكلام ده كيف؟ فبالتالي قلنا يقين خبر، ويقين شنو؟ ويقين مشاهدة. وأحد السلف واسمه عامر ابن عبد قيس قال لو كشف لي الغطاء، فكشفنا عنك شنو؟ غطاءك. لو كشف لي الغطاء فتحوا ليه وروا النار والنار، قال ما ازددت يقينا، ما بيزدد. لماذا؟ لأنه أصلا شنو؟ لأنه أصلا مستيقن. لو كشف لي الغطاء ما ازددت شنو؟ ما ازددت يقينا، ما حستيقن، لأنه أصلا أنا شنو؟ مستيقن. لأنه لمجرد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام هو كأنه رأى هو بس، بل رأى أفضل من رؤيته هو، كما أسلفنا في هذا الكلام. قبل أن ندخل إلى كلام الهروي صاحب المنازل، هذا كله مقدمة ابن القيم. بس الأذان كم هو؟ 8 إلا 5؟ 8 إلا 5. قال شوف ابن القيم قال شنو؟ قال في يقين وفي علم، مش علم اليقين، لا يقين. وفي زول بيتعلم علم نظري يقرأ كويس لكن ما مستيقن. قال شنو ابن القيم؟ قال اليقين يحمل على الأهوال وعلى ركوب الأخطار. اليقين يأمر بالتقدم دائما. اليقين يأمر بشنو؟ شوف أي زول بتقدم ده معناه شنو؟ عنده حتى في باطل، لو عنده باطل وتقدم في باطل ده كويس، ده عنده شنو؟ عنده يقين في باطل، ده عنده يقين. اليقين يحمل على الأهوال وعلى ركوب الأخطار ويحمل على التقدم دائما. قال ابن القيم إذا لم يكن معه علم شرعي حمل على المعاطب والمهالك. صحيح، بدون علم شرعي يخليك تضيع رقبتك، تبقى متهور، تموت في محل أصول ما قال لك موزوت الشريعة، ما قالت لك موت فيها، تقتل رقبتك بس. والعلم يأمر بالتأخر والإحجام. العلم بيأمر بشنو؟ أزول كل ما يقرأ كثير، كل ما يتعامل مع الأمور بشيء من شنو؟ من التروي والحذر والحيطة وكذا. العلم يأمر بالتأخر والإحجام. فإن لم يكن مع العلم يقين أقعد صاحبه عن المغانم والمكاسب، وقد يفوز باللذات كل جسور أو كل جسوري، صح ولا ما صح؟ وكل مغامر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين شنو؟ بين حفر. فاليقين يحتاج إلى علم حتى لا تهلك، والعلم يحتاج إلى يقين حتى لا يقعدك عن المكاسب وعن المغانم. طيب، يقول صاحب المنازل الهروي
اليقين مركب الآخذ في هذا الطريق، اليقين مركب الآخذ في هذا الطريق. يقول ابن القيم اليقين معنى هذا الكلام مركب يحمل السائر إلى الله، فالسائر إلى الله إذا لم يركب فوق مركب اليقين لا يصل ولا يتحرك. وقديما قلنا في دروسنا أن ابن القيم قال إذا كان اليقين مركب فإن الرجاء شراع، فإن الرجاء شنو؟ شراع. الشراع هو الذي يحرك المركب، لولا رجاؤك فيما عند الله لما تحركت. فهنا يقول لماذا؟ قال ودي قاعدة في السلوك والتربية، والله ده كلام لطيف لطيف جدا. قال شرح ابن القيم العلم ما استعملك واليقين ما حملك. العلم ما شنو؟ ما استعملك. علم ما خلاك تعمل، ما استعملك وخلاك تتحرك، ده ما علم ذاته. واليقين ما حملك. لذلك كل من يقوم الليل كويس يقوم لأنه متأكد ومستيقن أنه يناجي الله، ويتأكد أن الله قد نزل في هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل، لذلك هنالك يقين. هذا اليقين هو الذي يحملك ويدفعك. الهروي بعد ذلك قال شنو هو غاية درجات العامة. عنده العامة هم أهل العبادة، والخاصة أهل الفكر. هذا كلام من؟ كلام الهروي. هنا يقول هذا تقريب للصورة، يقول الهروي أن اليقين نهاية منازل العامة، يعني الزول بعد ما يتعب شديد بيصل اليقين، وبداية خطوات الخاصة. ابن القيم يختلف معه في هذه المسألة، يقول اليقين وصف به الأئمة في الدين، فكيف يكون المنازل العامة؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بل هو من منازل خاصة الخاصة. طيب الهروي يقول هو على ثلاث درجات، وهي درجات سهلة معروفة كلكم يعرفها: علم اليقين وعين اليقين وشنو وحق اليقين. ابن القيم اختصر هذا كله في مثال سوف أذكره لك الآن ليتضح الكلام. قال علم اليقين قبول ما ظهر من الحق، ده كلام الهروي، قبول ما ظهر من شنو؟ من الحق. العبارة حمالة أوجه، حملها ابن القيم خير محمل، فعل الرجال الكمل، وإن سمعت قيل يحتمل التأويل فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل. قال ما ظهر لنا من الله أوامره ونواهيه، صح صح، وشرعه ورسله وكتبه. قبول ما ظهر من الحق أن تقبل أمره وأن تقبل نهيه وأن تقبل الأخبار التي جاء بها وأن تقبل الأوامر وأن تقبل النواهي بأن تجتنب وأن تقبل الشرع بأن تذعن وأن تقبل الدين بأن تسلم. هذا قبول شنو؟ قبول ما ظهر من شنو؟ من شنو؟ من الحق. وقبول ما غاب للحق، وقبول ما غاب شنو؟ للحق. وربنا عنده أشياء غيبيات، الدار الآخرة كلها شنو؟ غيب. ده اسمه شنو؟ قبول ما شنو؟ ما غاب. فقبول ما ظهر بالإذعان والتسليم للربوبية وبرق العبودية، وقبول
ما غاب من الحق هو شنو؟ أمر المعاد، الجنة والنار والحشر والصراط والميزان والحساب، وقبل ذلك تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم، كل ذلك شنو؟ حتى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال وأين الخلق؟ قيل وأين الخلق؟ قال في الظلمة دون الصراط. ده شيء يعلم الله بقى، ده شيء شنو يعلم الله. فهنا قال شنو؟ قبول ما شنو؟ ما غاب لشنو؟ للحق، والوقوف على ما قام بالحق. الهروي ده كلام الهروي يا اخوان، الهروي قال شنو؟ علم اليقين قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق، وشنو؟ والوقوف، مش كده العبارة؟ الوقوف على ما قام بشنو؟ بالحق. وقد قام بالحق أسماؤه وصفاته، وأنت تقف عليها مسلما مثبتا غير منكر لا معطل ولا متجهم. الجهمية قالوا، الجهمية أتبع جهم بن منو؟ ابن صفوان، قالوا لهم وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن الله لا يتكلم، لو أثبتنا له الكلام أثبتنا له اللسان وأثبتنا له الفم، ولا يلزم البشر يتكلمون كذلك، لكن الله يتكلم الكلام الذي شنو؟ يليق بجلاله جل وعلا. فأنكروا وجحدوها، وغلاتهم كفرهم السلف أنكروا حتى الأسماء، قالوا لأن الأسماء فيها معان وصفات، الرحيم برحمة، والرحمة تقتضي العطف الشديد والعاطفة الشديدة، هذه رحمة المخلوق فيها عاطفة وحنان شديد، أما رحمة الخالق رحمة عزة وحكمة وقوة جل وعلا على الوجه الذي يليق به. فبالتالي قبول ما جاء من الحق وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بشنو؟ بالحق، على ما قام بالحق من أسماء وشنو؟ وصفات. ابن القيم يرى أن المشرك في توحيد القصد والإرادة عبادة غير الله أفضل من المنكر للأسماء والصفات. ليه؟ لأن المنكر للأسماء والصفات ملحد، أما المؤمن المشرك فيه إيمان، يعرف الله واحد والله يثبت لله، لكنه يلجأ إلى شنو؟ إلى غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن القيم قال شنو؟ قال الجاحد للذات يقول أنا أؤمن بالله ولكنه لا يسمع، ذل الجهمية، ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يفعل شيء، وليس داخل العالم ولا خارجه، لا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا مجانبة ولا مجاورة ولا مباينة، لا فوق العرش ولا تحت العرش، لا خلفه ولا أمامه. قال ابن القيم أحسن وصف العدم، أحسن وصف شنو؟ الكلام ده كله معناه شنو؟ العدم، ما في شنو أحسن وشنو. فهذا ضرب من ضروب الإشراك. خلاصة كلام الهروي في علم اليقين أنه أن علم اليقين في الأمر والنهي وشنو؟ والأسماء والتوحيد والمعاد والآخرة. علم اليقين بيكون في شنو؟ في ثلاثة حيث، هو شنو؟ علم الأمر وشنو؟ اللي هو الشريعة، الحلال الحرام، الله قال الرسول الله قال، ده صح وده غلط، ده كله الفقه، ده كله اسمه شنو؟ علم الأمر والنهي. تكون على يقين بأنه أي حاجة قال لك صح، ده علم اليقين. وتكون يكون عندك علم يقين في الأسماء والصفات والتوحيد، أي حاجة الله قال لك قال لك أنا كده تقول هو كده، ده الوقوف على ما قام بالحق. ويكون عندك علم يقين في شنو؟ في المعاد، في أمر شنو؟ الآخرة. الدرجة الثانية عين اليقين، وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال،
المغني ده كلام حربي بالاستغلال عن شنو؟ بالاستدلال عن شنو؟ استدلال بمعنى شنو؟ الذي وصل إلى درجة المعاينة عين اليقين لا يحتاج إلى دليل. كويس؟ واحد قلت له شفت أسد مروي، يقول لك ما شفت، تحكي له مشى وراه وشاف هو بعين، تقول له سيد مروي ده كده وكده وكده، يقول لك يا زول كده وكده شنو، أنا ما شايف، ما خلاص تاني. لا يحتاج إلى من يدله، بعد أن يرى لا يحتاج إلى من يدله، هو المغني بالاستدلال لأنه أدرك الدليل بشنو؟ أه؟ بالمشاهدة، فلا يحتاج إلى دليل. عشان كده قال لك وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى شنو؟ إلى دليل. طيب قال الفرق بين علم اليقين وعين اليقين، الفرق بين الخبر والمعاينة، واحد سمع واحد شنو شاف، ده الفرق. قال ابن القيم وده المثل بقى، قد ضربت لك مثلا لعلم اليقين وعين اليقين وشنو وحق اليقين، ضربت لك مثلا بماذا؟ بمن وصف لك عسلا، واحد قال لك العسل ده سمح وكده وكده وكده، انت لانه زول صادق قمت اخذت كلامه شنو حقيقه علم يقين، جاب ليك العسل شفته بشنو بعينك، ده اسمه شنو؟ عن اليقين، لحسته ودقته، ده حق اليقين. فقد ترى بعينك وقد وصلت بذلك شنو عين اليقين، ولكنك لم تصل شنو حق اليقين. مثلا الجنة والنار، علم اليقين وين؟ في الكتاب والسنة، الرسول قال لك الجنة كده وربنا قال لك كده، فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، الرسول قال أنهار الجنة تجري بغير أخدود، تجري بغير شنو؟ يعني الأنهار دي كلها ماشية جوا الجنة وما في شك تحت الوطا، ماشية بفوق بفوق الجنة، ما في شك. عشان كده قال ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنت ما لو تخيلت هن اللي تحت الوطا لما يفيض إلا الناس يرحلوا، صح ولا ما صح؟ النيل ده ماشي جوا شق، لما يتملي لما ينزل بيمدوا الخراطيش بالبابور يجروا شنو، ولما يفيض يخطوا الشوال ويردوا. ده النيل ده شوف عمقه ده كله لتحت، لو شالوا خدته من فوق والله الناس يقوموا جارين. ما تتخيلوا في الدنيا دي كده، الجنة أصلا أنهار الدنيا لا علاقة لها في السعة وفي العظم بأنهار الجنة، لأنه قال إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. علم اليقين أن تسمع هذا، عين اليقين يوم القيامة أن ترى في القيامة، ربنا يبورون قبل يدخلون. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم، معناه دخلوا ولا لسه ما دخلوا؟ دخلوا لسه، هم لو كانوا غاوا ما كان برزت، كان دخلوهم. وبرزت يعني أظهرت، وأظهرت الجحيم للغاوين. بعد ده بقى الموضوع شنو؟ علم ولا عين؟ عين اليقين. المجرم لما يدخلوه جوا ده بكون حق اليقين، والمؤمن بعد ما يخش الجنة بكون حق اليقين. هذا هو المثال الذي ضربه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الدرجة الأخيرة درجة حق اليقين، قال وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين. طيب ابن القيم عنده هنا كلام لطيف جدا، كويس، يقول رحمه الله هنالك أمور لا تشاهد بالعين، لا تشاهد بشنو؟ بالعين، مثل حقائق الإيمان
المتعلقة بالقلوب وأعمالها، حقائق الإيمان. يقول لك الحب قدر ما يقول لك الله ما قال حب والذين آمنوا أشد حب، شنو الحب ده؟ هل في زول بيشوفه؟ قال أهل الإيمان في أعمال القلوب من الحب وصلوا درجة عين اليقين ولو لم يروا، ولو لم شنو يروا. كيف وصلوا؟ وصلوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم شنو لهم. أما في أمور المعاد لا يصل الإنسان إلى عين اليقين إلا بالرؤية. الجنة والنار كلنا في شنو؟ في شنو؟ في عين شنو؟ في علم اليقين. كلنا في شنو؟ الرسل في شنو؟ عين اليقين وحق اليقين، لأن الرسل دخلوا والرسل شافوا في أمر المعاد ورؤية الله وسماع كلامي على الحقيقة. فحظ المؤمن منه في هذه الدار علم اليقين، وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم. هو يشرح صبح إسفار صبح الكشف، يعني أصلا لا يمكن، ما في زي ممكن يقول يا إخواننا الآن أنا كشف لي فرأيت الله، ده باطل، ده لا يكون، لأنه قال في كتابه لما قال موسى أرني أنظر إليك، قال شنو؟ قال إنك لن تراني، فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فما في زول بيقول أنا كشف لي أو شفت الجنة ولا شفت النار. أمور المعاد جميعنا فيها في شنو؟ في علم اليقين. أما في أمور القلب الإخلاص والنية والإرادة لا يزال الإنسان يجاهد نفسه حتى يصل إلى درجة شنو؟ إلى درجة علم اليقين وحق اليقين، بأن يذوق حلاوة. هل في زول ممكن يذوق حلاوة الإيمان؟ ها؟ أي ممكن، هذا ممكن، هذا وارد. قال ثم الخلاص من كلفة اليقين. الكلام ده أمرك الآتي، شرحك الآتي باختصار. الإنسان يحاول أن يكون مستيقنا، صح؟ يتحمل في ذلك كثير من الانشغال، ينشغل بفكره وقلبه كثيرا ليكون شنو؟ مستيقنا. فإذا وصل إلى درجة اليقين، اسمع كم ده، وصار اليقين عنده سجية، لما يستحضر اليقين لا يحتاج إلى تكلف، يأتيه اليقين بغير شنو؟ تكلف، لأن اليقين صار جزءا من شنو؟ جزءا من تكوينه، صار اليقين له سجية، لذلك لا يتكلف اليقين. قال ثم الخلاص من كلفة اليقين، ثم الفناء في حق اليقين. ثم الفناء في شنو؟ في حق اليقين. الفناء في حق اليقين يمكن أن يشرح بكلام بسيط. ابن القيم قال شنو؟ قال الهروي يرى أن الفناء في حق اليقين الفناء في الربوبية. الفناء في شنو؟ في شنو؟ يعني شنو الفناء في الربوبية؟ أن ترى، اسمع هذا الكلام جيد، أن ترى كل شيء بأمر الله، تمام؟ أن بنزل المطر، أن بيسوي كل الله. انقطاعك ويقينك بهذا لا ينفعك ما لم يكن مع هذا اليقين شنو؟ عمل. ابن القيم يرى أن أجل الفناء الفناء في الألوهية، التفاني في العبادة، هذا الذي ينفعك. ويراد منك أن تتفكر في الربوبية وعظمة الله لتعبده. فلو أنك تفكرت وحصل منك إقرار بعظمته لكنك لم تركع له ركعة ولم تسجد له سجدة ولم تذكره بلسانك ولم تعظمه ولم تطيع ولم تكن طائعا له، أينفعك هذا التفكر وهذا الإقرار؟ لا ينفعك. لذلك يرى ابن القيم أن الفناء في حق اليقين هو أن تتفانى بحق اليقين في العبودية الحقة لله. وقال ممكن العبد في الدنيا يحس ببعض أمور الآخرة يقينا وليس
عيانا وضرب مثال قال عمير بن الحمام ألقى التمرة قال إنها لحياة طويلة حتى أكمل نصف التمرة وقاتل وقتل فمات قال عمير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة أنس بن النضر قال واهن إني لأجد ريح الجنة دون أحد الجنة عند الله وهو في 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 المدينة جنب الجبل بتاع أحد قال أنا شامل ريحة الجنة لأنه وصل درجة من شنو من اليقين هذا كشف ممكن وهو أن القلب يا إخوان حصل الزول قال لك لو أنت مثلا خدت زول في بالك وبتحبه شديد وفكر فيه كثير ممكن تسمع بيتكلم معك تقول أنا حس زودك عم يتكلم معي وممكن تحس إنه زود شنو بر الباب في ناس بيسمعوا الأصوات ده سماع نفساني من كثرة انشغالك به صرت كأنك ترى بعض المحسوسات المتعلقة به إخوانا ده بيحصل يعني زول مرات يكون مثلا أبوه مات يكون متعلق بموضوع شديد مرات بيسمع كأنه مش نايم ما في النوم صاحي يسمع كأنه شنو صوت أبوه يقرقر في شنو كأنه أبوه بيتكلم معه لأنه صوت أبوه مألوف بالنسبة له شديد كأنه بيتكلم هذا الإحساس وصل إليه بكثرة الاستغراق في المسألة ومن استغرق في أمر الجنة كأنه يجد شنو كأنه يجد شنو ريحة واهن إني لأجد ريح الجنة دون شنو دون أحد هذا معنى حق اليقين والفناء في حق اليقين نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة اليقين وغدا إن شاء الدرس القادم إن شاء الله الاثنين القادم عن منزلة الأنس بالله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.